يلا مشاهدينا نستقبل ضيفنا في فقرة طب العيون للحديث عن انفصال الشبكية، الدكتور محمد حسين مختص في طب وجراحة العيون، ضيفنا اليوم في الاستوديو. صباحك سعيد، اهلا بك. صباح الخير الاخت فريال، وصباح الخير لكل مشاهدين. اذا حديثنا اليوم عن انفصال الشبكية، اذا الاسباب، الاعراض، وايضا العلاج. لكن قبل ذلك خلينا نتعرفوا على هذه الحالة المرضية، وشنو هو انفصال الشبكية؟ لو ديكولمون دو لاريتين سي ديكولمون لاريتين اللي فات دو دو فويي. في الحق انا دائما نحب قبل ما نلحق المرض نهضر على لوريجين امبريولوجيك تاع لاريتين. لاريتين كي يكون الولد في كرشمو، العين جايه من لو تيوب نورال، جايه من المخ تاع بنادم، تجي كوم اون فيسيكول طويله اي ان اوي بريميتيف، حاجه مدوره اكزاكتومون كيما ليسكارغو، كيما لي دو تاع ليسكارغو. فوالا الحاله زون. دونك هذيك لوي بريميتيف يتفيدا في الداخل، كي تبدا في داخل كي البالون يبدا يتديغونفلا يتديغونفلا، تجي لاكوش من برا لاكوش من الداخل، هذه هي لاريتين سوا سوا. لاكوش اللي من برا الفي لي بيتيليون بيغمونتير، لاكوش اللي من الداخل سي لو نورو بيتيليون. ومن بعد il se complète tout au long de l'embryogenèse. الولد كي يكون في كرشمو حتى كي يكبر يلحق 9 شهور وينزاد بعينه كومبليت. مي لي دو كوش دو لاريتين هذوك هما الاولين، البالون هذاك اللي كان كي 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 تفش ولا ولي دو فوي لاصقين واحد مور واحد، ils sont pris par une pression négative. ديكولمون دو لاريتين، لي دو فوي دو لاريتين، لو نوريبيتيليوم اي لي بيتيليوم بيغمونتير، il se décolle. ما يجيش وحده، باش يجي لديك هرمون دو لاريتين سوا كاين الدم داخل العين، سوا سي اون ريتينوباتي ديابيتيك اللي مشات وكبرت وبدات تمد الدم في الداخل، الدم كي يروح يخلي الخيوط الداخل يجبد لاريتين ويديكول العين فصلها اونتر لي بيتيون بيغمونتير نور بيتيليوم زي سال ديك هرمون. سوا تجي اون ديشيروشي لوميوب مده 6 شهور 7 شهور عام عامين، ولا راح عند طبيب تاع العين دار له فون دو لوي وصاب دي ديشيرور في العين، دار عليهم لو لازر، المرض هذاك ما يلحقش ديكولمون دو لاريتين. بلا ما راحش الا ما شافش والا ما كانش حتى كي يقول لك راني بديت نشوف، بالك النص الفوقاني ما نشوفوش النص التحتاني نشوفو، الا قعد يوم يومين كل شيء يروح ما من النص التحتاني، باسكو ديكولمون يبدا من الفوق يحبط للتحت، ولا ساعات يبدا من التحت يطلع للفوق. هو لو ديكولمون لو بلو فريكون سي ديكولمون اللي يجي من الفوق يحبط للتحت. دونك يبدا يقول لك راني ما نشوفش النص، ما نشوفش النص، وزاد حتى كي العين راحت كاع، سي سا لو ديكولمون دو ريتين يروح عند هادو هما الاعراض. هادو هما الاعراض. ما يكونوش الم دكتور؟ لا لا والو. ما تحمر العين، ما عنده ستر، هي العين تبدا تنقص في الشوفه. سكي فا سكي فيان لو برومي سي 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 تي نومبيوتاسيون دو شون فيزويل، كان يشوف كلش، نص في العين ما يشوفوش، ما يشوفش مليح. اذا هذا الانفصال هل ياخذ وقت ولا يجي بطريقه مفاجئه ولا تدريجيا؟ لو بلو سوفون بون سي بروغريسيف مي سي رابيد، سي ان كيلكو جور قليل، وين ياخذ وقت كبير. سورتو سورتو لا ديكولمون سوبيريور، الشبكيه من الفوق يديكول بسهوله، بار كونت كي ديكولمون انفيريور ساعات يمد الوقت. في حاله هذا تانيك ماشي مليح، الا ديكولمون جا من التحت وريح 6 شهور باش لحق المومو، لا ريتين ديجا راهي لي فيكس، ميم لا شيروجي ما تمدش نتيجه كبيره فيها. دونك سي بلوتو ديكولمون سوبيريور غير يبدا او لحق المومو بالخف، المريض وحصلو راه ما يشوفش، راح عند طبيب. Il trouve un décollement de rétine, il faut opérer rapidement. Il faut opérer rapidement, c'est l'urgence. Mais si il y a un cataracte, il y a un temps pour se préparer, pour se préparer. Mais le décollement de rétine, c'est une urgence. Il faut opérer rapidement. قبل ما نروحوا للعلاج دكتور، خلينا نروحوا للاسباب. وشنو هي الاسباب التي تؤدي الى انفصال الشبكيه؟ هل هناك ربما اسباب مرضيه، ولا هل الحوادث ايضا تقدر يعني يكون لها دور وتقدر تكون من بين الاسباب؟ الاسباب دو كروند كوز، زوج اسباب تاع لو ديكولمون دو ريتين. يا لو ديكولمون دو ريتين ريغماتوجين، سي ديكولمون بار ديشيرور، نشوفوا في التصاور ومن بعد
سي لا ريتين كي ديشيري اون برومي ليو يا اون ديشيري ومن بعد الماء يجوز داخل لا ريتين ويديكولي الشبكيه ويديكولي لا ريتين. هذه السبه الاولى سي لا كوز لا بلو فريكونت نصيبوها اغلبيه الاحيان عند الناس اللي عندهم لا ميوبي. سو دير كانوا ما يشوفوش مليح، كانوا لابسين النوادر، كانوا يروحوا عند الطبيب يعاودوا النوادر، يفو فير لو فون دو لوي، نصيبوا الجرحات في لو فون دو لوي، ندور عليهم باللازر، اغلبيه هذه الحالات يبراو كي دير لازر في الوقت. Et on donne le temps au laser de cicatriser parce que ce n'est pas le laser qui prévient le décollement de rétine, c'est la cicatrice qui va venir après. La cicatrice qui va tenir les deux feuillets de la rétine, les côtés, le neuroépithélium, l'épithélium pigmentaire. De le sacrum physiologique, va dire que ça, la rétine ne décolle pas. Sebba zaouja, c'est qui connaît d'un dach le laïn. La première cause, c'est le diabète. Et ربما la deuxième cause, c'est des occlusions veineuses. Qui l'arc ta demi tbusha. الدم يجي للعين ما يوليش للداخل، يخرج في العين الدم. كي الدم هذاك يبدا يتحجر في العين، يتحجر ويتجمد، يجبد الشبكيه كوم سا لا كافيتي فيتريان مدوره. كي يبدا يتجمد داخل يجيب لا ريتين للداخل. سي لو ديكولمون دو ريتين بار تراكسيون. دونك السبه الاولى سي ديكولمون بار ديشيرور، السبه الزوجه سي لو ديكولمون دو ريتين بار تراكسيون، السبه الاولى اكثر فيها هو لو ديابيت. هو السكري. السكر كي يلحق للمرحله الاخيره. يعني يولي يعني يولي ادي العين كما نقولوا. نعم نعم، الى بنادم راه ما داواش، الى بنادم ما راحش للطبيب، الى قالوا دير له لازر ماشي محال، قالوا 40 50 قبل يقول له الطبيب دير لازر. كاين ناس يا ربما الناس دوك تسمع يهضر يقول لك واحد دار لازر وترمى لازر، نو سي لا مالادي اللي تعمي. اللازر رانا نديرو فيه، نديرو فيه المرضى، رانا نديرو العائله، رانا نديرو ضغط العين هو ثاني يؤدي الى انفصال الشبكيه؟ لا 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 لا، الجلوكوم نو دون با، الجلوكوم نو دون با دي كولمون دو ريتين، نو، سوف دون دي كا وين سي دي جلوكوم ابسولو، سي دي جلوكوم ايفولوي، حاجه واحده. لكن وين النزيف؟ قلت لنا انه النزيف هو يؤدي الى انفصال الشبكيه، منين يجينا هذاك النزيف؟ يجينا من السكري؟ لا ديشيرور في حد ذاتها قادره تدير النزيف، الا لا ريتين سي ديشيري وقاست عرق الدم يجوز في الداخل، قادر. السكر في المرحله الاولى، الزوجه الثالثه الرابعه الخامسه يولي لا ريتينوباتي بروليفيرونت. ديرني ستاد سي لا ريتينوباتي ديابيتيك بروليفيرونت كومبليكي كومبليكي دون ايموراجي انترافيتريان او ليموراجي راح دير عندك كولمون دريتين كومبليكي دان دي كولمون دريتين سي اوسي لو ديرني ستاد دون ريتينوباتي ديابيتيك والور كيما قلت لك لي زوكلوزيون فينوز. مي كاين دوطر كوز كيما قلت انت لي زاكسيدون الحوادث. نعم نعم الحوادث تكون صدمه كبيره. نعم الحوادث دي زاكسيدون دو لوي يقدروا يديروا دي ديكولمون دو ريتين. إذا قبل ما نفصلوا في الصور نذكر فقط المشاهدين يقدروا يعيطوا لنا ويطرحوا الإشارات تاعهم والتساؤلات تاعهم إذا كانوا يعانيوا من هذه الحالة. نشوفوا الديكولمون دو ريتين هنا في التصويرة، هي ديك لا ريتين اللي ديكولي الجهة الفوقانية. نعاودوا نقولوا فقط هشام يرافقنا اليوم في الإخراج لهذا الصورة. إذا هذا هو انفصال الشبكية. هذا هو انفصال في التصويرة الأولى، لو كانت تولي التصويرة الأولى تشوف الشبكية التابيس لا بارتي انتر. وهنا لا ريتين ال سي ديكولي، يا اون كافيتي ديال لا ريتين، هذا هو لو ديكولمون دو ريتين اللي رانا نشوفوا فيه من الجهه الفوقانيه. يعني السائل يخرج من الداخل ويروح لبرا ما يؤدي الى عنده كاين اون ديشيرور في الداخل ما تبانش مليح، اللي سيمي دون دوطر زيماج رايحين نشوفوا بيان دي ديشيرور، الما يجوز من الداخل العين يروح داير لا ريتين وتديكولا لا ريتين. إذا نشوفوا صور هاوليك هاي لا ديشير رانا نشوف فيها التقبة رانا نشوف فيها من الفوق، الما يدخل داخل لا ريتين سو في ديكولي لا سي لا ديشير كي يثبت تاع ديكولمون دو ريتين. إي ميم في لو تريتمون يلفو اندونتي لا ديشير يلفو تريتي لا ديشير في العملية الجراحية. أكيد دكتور هذا الموضوع يهم المشاهدين خاصة عبد الله لو يتصل بهنا من ولاية خنشلة. صباحك سعيد عبد الله، مرحبا بك معنا. يلا السلام عليكم. مرحبا بك. عبد بارك الله فيك من هالحيط. الله يسلمك، تعيش. عندك سؤال في الموضوع؟ بيك دغيا نسقسي الطبيب. تفضل لو يسمع فيك. السيدة ميريتي بارك الله فيك. يسلمك. ايه عندي سؤال على الشبكية، كاعد راك مطرقوا على الشبكية. يالو. الو وي. نسمع فيك. انا نسمع فيك. رحت اكتشفت باللي عندي ضبابه في العين، رحت للطبيب تاع العيون. قال لي عندك لي فيسوسونغا منفخين في الشبكيه. هل عندهم حل؟ وش عندك؟ وش عندك؟ يلو؟ هاك تسمعوني كمليحه. وش عندك؟ وش عندك في الشبكيه؟
شبكيه عندي العروق، العروق المسخين لي فيتو سونغا. العروق منفخين في الشبكيه. السكري ما عنديش. ما عندكش سكر، ما عندكش ضغط الدم؟ ضغط الدم تاعي مليح، السكر نسبة السكر حاجة 0.92 جرام. الحمد لله. دكتور عندك سؤال؟ هل كيما نقولوا هل فيها حل، فيها شفاء؟ لا، العروق منفخين يفو فوالا سكسي با اون اوكلوزيون فينوز، ماشي محل سي اون اوكلوزيون فينوز. كي تتبوشا لا فان الدم يجي للعين، ومن العين ما يوليش اللور. ا سمومون لا لي فان ال سون ديلاتي، لي فان ال سون لي فان نصبهم معوجين كاع داخل لا ريتين. لا تونسيون ارتيريال قادر دير شي، ما عندكش لا تونسيون ارتيريال الاخ الكريم. عندك ضغط العين؟ الدم، ضغط الدم. ضغط الدم؟ ضغط الدم، لي بارتونسيون ارتيريال دير هادشي. تما شغل ما عرفاش، قال لي تبي ممكن قديمة. درك نحوس على العلاج متوفر. العروق نولي نشوف فيها شويه ناقصه اضاءه، ماهيش كيما الاخرى، وشغل شويه راهي سلو. الاخ الكريم لازم توجه الى عند طبيب العينين، لازم يشوفك، باسكو العروق يكونوا منفخين ما ينقصوش الشوفه، لكن ممكن يكونوا العروق منفخين يخرج فيهم الماء ولاريتين تتنفخ. يدير لك الراديو، يا ربما لونجيوغرافي، لو سيتي، يبان المومو تاعك يلا راه منفخ، لازم له دواء، لازم له سوا تشكيك سوا لازر، باش الشوفه تاعك تقدر تعاود تولي ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. سلمك الله. شكرا. بارك اخويا. يعطيك الصحة عبد الله على هذا التفاعل الصباحي. إذا الشبكية تاعو خاف بالك لو كان يصرى له انفصال في الشبكية. لا 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 لي فيسو تاعو. الحالة تاعو يعني ما تديرش ديبوندون دو لاريتين. هنا من غير الى سيتيون اوكلوزيون فينوز المرحله الاخرى، الى لا فان سنترال دو لا ريتين تبوشات الدم يجي وما يصيبش وين يولي، سافا فير دي زيموراجي داخل العين، يسكون ابل لو سنتروم دو سونتيام جور، 100 يوم من بعد دي فيسو دي نيو فيسو يخرجوا الداخل، يقدروا يديروا دي كولمون دريتين، يقدروا يديروا مشاكل واحد اخرين. مي الطبيب عندك 100 يوم كي تروح للطبيب يشوف، يدير الحاله، يشخص الحاله ويدير له لازر، ما نلحقوش لهذه المرحله ان شاء الله. اكيد نعاودوا نقولوا لهذا الصور. انا عندي ربما يراودني سؤال، كيفاش حتى تنثقب هذيك الشبكيه؟ لاريتين يقدروا يكونوا الامراض في داخل الشبكيه قبل ما تنثقب، يكونوا دي بلاك دامينسيسمون، يكونوا دي بلاك دو جيفر، يكونوا دي باليساد. الشبكيه اللي اتيري تولي كي الخيوط يبداو دي ميكرو تروف الداخل. الى واحد ما داواش يلحق اين ديشيرور، لا ديشيرور كيما راهي. كونت اون ريتين سو ديشير اي لو بو دو ريتين فلوت، سي موان دونجورو. الشبكيه تنتقبت، مي ما كانش حاجه تجبد فوق الشبكيه. الى لا بريد، يعني كي الخيط داخل الفيتري هاو يجبد او مديشير ومازال يجبد كيما رانا نشوفوا في التصويره هذيك، سا سيون ابيل اون ديشيرور اون كلابي، او ما تنحتش، ما تنحتش توتالمون دو بودريتين، مازال هو يجبد في الداخل، هذيك الساعه سي دونجور، سافا فير ان ديكولمون دريتين تري فيت. كي نصيبوا ديشيرور اي ساتير، سكون ابيل لي ديشيرور اون كلابي، لا ريتين اللي ديشيري ومازال لا بريد فيترين راهي تجبد. هنا اللي ديشيغي وراهم لي دو ديشيغيو ادروات، وحده متقوبه مدوره وكاينه وحده الفوق اون فورم دان فراش بال، كاين وحده اخرى الجهه الاخرى. ونشوفوا لا ريتين اللي ديكودي سا سي او فوندوي، سي ليماج دو فوندوي. الشبكيه هي سي لو تو، الشبكيه كلش. شوف لا بارتي الفوقانيه كوم نواج، ال سي ديكولي سكوندير اتروات ديشيغيور، ادروات وحده، الفوق وحده، اغوش وحده. سي سي با اون كاتريام، سي دي ديشيروس كون ابيل اون فير اشبال، سي كوم لو فير اشبال. هذا سا سي ان ديكولمون دريتين يفو اوبيري اون اورجونس. هنا هاو لي كاين ديزا، يعني كاين درجات لهذا الانفصال؟ بيان سور بيان سور، كاين ديكولمون بارسيال ياخذوا اون بارتي دو لاريتين، كاين ديكولمون كي برين لا بارتي توتال دو لاريتين، كاين لي ديكولمون ا لا فان تو سو ديكول غير او نيفو دو نير اوبتيك، سا دون سكون ابيل ان ديكولمون بارابلوي، ا سمومون لا سي ترو تار، سا دي خلاص المرحله الاخرى نفقدوا لاريتين شدت بلاصتها اللي فيكس ان روبرون بلو سا بلاص. مي سينون كي يكون هكا بارسيال فوالا، هنايا ناس ان ديسان اوسي، سي ان ديسان
رانا نشوفوا فيه لا ريتين لي ديكولي لا بارتي سوبيريور دائما نهضروا للديكولمون لا بارتي سي لا بارتي لا بلو فريكون يعني هي معرضه ربما لهذا الانفصال. نعم. نعم. لكن اذا طاحت كامل الشبكيه في هذه الحاله يعني نفقدوا الرؤيه كليا. الشوفه تنقص مي عندك الوقت باش تروح عند طبيب تداوي. سي كونت لو مالاد ريست لو كان طيح كامل لا 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 طيح ما طيح كامل تقدر ترجع نقدر نرجع تقدر تولي البلاصه هي دي تكنيك سواء من برا العين سواء داخل العين دي التقنيات يفو تريتي تو لي تروكيليا منين الما يجوز للداخل تنحي الماء اللي راه من لوسعه ما لو كان ما تنحيش طاريتين تقدر تولي بلاصتها نورمال مي الفو سواني سي اورجون لا ديكولمون دريتين سي كيلكي لا دوك فوالا هنا نشوفوا فيه لا ريتين سوبيريور في ليماج او الجهه التحتانيه لا ريتين اللي روزا تريشت بلاصتها من الفوق الديكول كوم نواج كوم بابي ترونسبار يعني طيح انا طيحة هاي لك هي حابطه نص الفوقاني كاع لا ريتين الديكول. كيفاش يكون التدخل الجراحي دكتور؟ عندي عندي كيلك زيماج سي دي بوتي ديسان سي دي زيماج اللي عندي الداخل هيك كاين كاين وين ندير لوبيراسيون من برا كاين وين لوبيراسيون تروح من الداخل تنحي لو فيتري كاع تشوفل ان غاز C'est un gaz expansif. Dire un peu de gaz, le gaz qui est bien, il tombe à la rétine plastique. Tu injectes le silicone. C'est une huile lourde qui t'amore la rétine. Silicone avec la rétine, tous les plastiques. Elle te donne le temps de faire un laser ou de rejoindre la rétine. Là, on chauffe la partie supérieure. C'est décollé et la déchirure me le fout. C'est ce qui est à l'origine. وهذا سي تاع يعني رانا نشوفوها طايحه يعني. نشوفوا لا ريتين الفوقانيه طايحه نشوفوا لا ديشيرير ونشوفوا لا ميوبي هنا سي سا سي تانوي ميوب سا كي تشوف العين هكذا ميم الا ما شفتش الوضع على بالي سي تانوي ميوب زاد نشوفوا صور اخرى نعم هنا سي اون ديشيرور هاولك سي اون ديشيرور اي اون ديشيرور كي توش هاو العرق الدم هاو عرق الدم عرق الدم قاساتو دونك اون ديشيرور كونت باسور فيسو دو سون يا دو سون كي با سورتير لا لا سي سي جوست ديشيرو اون ا لو طون دو سواني اون ا لو طون دو سواني اون سواني اي سا ريكوبير لا ريتين تو لي بلاصتها نورمال اكيد اذا العمليه التدخل الجراحي يعني عمليه بسيطه ولا عمليه معقده الوقت تاعها طويل ماشي طويل كنا شفنا عمليات اخرى يعني الوقت تاعها 20 دقيقه في هذه الحاله شحال هي؟ لا لا احنا سا برون بلوس دو طون هنا سا برون بلوس دو طون هنا عملية تاع لا ريتين سا بو يالي اون اور سا بو يالي اون اور ادمي سا بو يالي دوز اور دو طون سيرتو الا خدمت خدمة من الداخل وخدمة من برا يا دي ديكولمون دو ريتين كونتخيت دو ليكستيريور بار لو فروا اونسويت تحط ليبونج تلحق لا ريتين لو ترو هذاك الفو لو سواني كاين وين تروح من الداخل تنحق فيتريكتومي ودير ساعات لوندو لازير في الداخل كاين خدمة في الداخل ديكولمون دو ريتين سي اون اوبيراسيون كي بو ديوري اون اور دو زور دو طون لكن يعني عملية روتينية ولا عملية معقدة؟ إلى المريض داوى روحه رابيد في الوقت في الوقت صادون ديكسيلون ريزولتا ميم عملية خفيفة صاغيري فيت اي ميم لو مالاد يتروف سا فيزيون تري فيت إلى واحد طول ما داواهاش في هذيك الساعة تصيب طبيب ربما يحاول باش يدير وبصح في أغلب الأحيان نتيجة شوية برك أكيد نشوفوا هاد الصورة نشوفوا نقطتين راهم سي دي ديشيغور سي دي ديشيغور اللي في الناس هذوما يوريو لا ريتين النص الفوقاني اللي ديكولي اي لي دو فلاش المونتر لي دو ديشيغور يعني ديشيغور أغوش يعني ديشيغور من الفوق دونك هادو هما لي دو ديشيغور اللي كاين في لا ريتين كي سون ريسبونسابل جو ديكولي هنا رانا نوريو التشخيص جوست ان اكزامان لا لومبا فونت اكزامان نورمال سا يعني تشخيص بسيط 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 سهل جونا با بزوان دو راديو كيف كيف تشوف العين تفتح المومو انا اون ريغارد افيك اون لونتي سي اون لونتي باش تقدر تشوف الداخل لا ريتين الشخص انه عنده انفصال في الشبكيه تنقص العين تاعو لكن كيف واش يشوف واش يشوف لو بلو سوفون لو مالاد يجيني يقول لك جي اون امبيوتاسيون دان شون فيزويل يشوف كلش مي نصف الشون فيزوال ما يشوفوش لا بارتي ديكولي ما يشوفش فيها لا بارتي سوبيريور ديكولي يقول لك من تحت ما رانيش نشوف لا بارتي انفيريور ديكولي يقول لك بارتي هنا رانا نشوفو من الداخل هنا هاوليك دونك هذه العملية نعم عملية دقيقة دكتور نعم بيان سور بيان سور سي اون ريتين اون دوكيول هنا العملية الجراحية داخل العين يا اون لوميير لا باروا فيرت هذيك سي اون شاندل سي اون لوميير سي ان بروجيكتور داخل العين تشعلو اي لوطر سي الفيتريو تومي تونتان داسبيري تو لو فيتري ونتعاونوا فيك اون بانس كاع
كاين اون بانسل فوق التانيك. يعني كيفاش تجرى العمليه؟ العين تقعد في بلاصتها وما انتم تدخلوا نعم. ولا؟ بيان سور بيان سور بيان سور العين تقعد في بلاصتها ما تقدرش تزغد العين. كاين ناس كاع يقول لك يدير واحد عمليه الجراحيه للعين ينحيوا العين يخرجوا العين، ما تقدرش الا خرجت العين ما توليش بلاصتها. الماكسيموم نديروا حديد صغير باش يخلي الجفارتين محلولين، هذا ما كان ما تقدرش العين تخرجها. ناس كاع يقول لك خرجوا العين يديروا عمليه ويديروا ويخرجوا العين، ما كاش ما تقدرش تخرج العين. ما كاش منها يعني العين عندها فقط. العرق تروح للمخ ما تقدرش تخرج جبدها، ما عندها وين تخرج في بلاصتها. اذا هاد هذه عمليه أيضا؟ جراحيه كيف كيف اوندوكولار من الداخل. هنا كاين النبارة كيف يخيط دكتور؟ لا 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 هذاك هذاك سي الفيتريوتوم لو ترو اللي راك تشوف فيه كاين كوم كوم اون جيوتين في الداخل كوم ان كوتو كيفي 2000 3000 4000 كو مينوت دونك يلاسبير ويقطع باسكو هذاك لو فيتري مخدوم كوم دو بلون دوف ما تقدرش تبدي شويه ويجيك تو تير تو كوب تو تير تو كوب دونك لا الاسبير وفي داخل الترو هذاك يا كوم اون غيوتين اللي تجوز الداخل يا دو تيب كوم سا اللي راهم يجوزوا هكا في الداخل كل ما يدخل حاجه الداخل الي كوبي ا اون فيتيس سوبيريور دو 2000 3000 لكن وشنو هي العمليه اللي تخلينا نلصقوا هذيك الشبكيه نعاود نردوها لبلاصتها كي تنحي الحاجه اللي ديكولاتها سي دي بغيد الى الخيوط داخل لو فيتري هما اللي يجبدوا تنحي الخيوط تنحي كاع الحوايج باسكو يقول لك الدم كيتحجر ويتجمد او يجيب معاه الشبكيه اللي حداه دونك تنحي هذاك الدم تنحي كاع الخيوط اللي راهم لاصقين لاريتين غير تنحي هذوك لاريتين تقدر تولي بلاستها. تقدر تولي بلاصتها سينون تو انجكت لو غاز كيما قلت ولا تو انجكت السيليكون في الداخل وترجعها لبلاصتها لاريتين وتدير له لازير باش تلصقها. يعني تفكرت الحديث تاعنا اللي كان بيناتنا في الكواليس على بها يعني توقفت لحظه. العمليه ناجحه النسبه تاعها شحال يعني نسبه النجاح سي 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 العمليه تاع الشبكيه كاين وين عندنا ابوبري 80% دو ريوسيت كاين وين عندنا 90 كاين وين عندنا 70% دو ريوسيت سي تو ديبون كاين جرحه وحده ولا ثلاثه ولا اربعه كاين جرحه صغيره ولا ساعات سيدي ديشيروجيونت تصيب نص من الشبكيه ديشيري سا ديبون دو طون الوقت اللي خذاه المريض باش يروح عند الطبيب كاين ساعات وين 8 على 10 يبراو كاين وين 7 على 10 يبراو وين 6 على 10 يبراو في بعض الاحيان قل من 5 على 10 اللي يبراو صافي دير نص واحد اخر للاسف ما براش نعم يلا نستقبل مكالمه هاتفيه ثانيه صباح الخير عليكم صباح الخير الو صباح الخير صباح الخير سيداتي مرحبا بكم شروق نورمال مونيوز شروق نيوز اليوم موضوع انفصال الشبكية عندنا الوالدة عندها انفصال الشبكية السبقية وستاد افونسي وصافي لونتون كي شفت موضوع اليوم شفت الطبيب جاني امل قلت ربما كاين حل ربما اذا وشنو هو المشكل تاع الوالد؟ الوالدة عندها الوالدة. ضغط في العين نورمالمون لا طونسيون تاع العين وصافي لونتون هي راه عندها لحد الان نورمالمون 15 اللي راهي ما تشوفش عندها انفصال شبكيه سبقيه وستاد افونسي. اسكو نقدروا كاين تشخيص اسكو هل هناك يعني استدراك للوضع؟ كيفاش؟ هل يمكن استدراك الوضع يعني باش تروح للعمليه وتبرع؟ قادم معنا نسمع الإجابة تاع الدكتور. إجابة من فضلك. لا الأخت الحاجة الأولى بيان سور إلفو فوار لو ميدسان، لو ميدسان يشوفها، إل فا فار أن فون دو لوي بور فوار ليتا دو لاريتين. الشبكية سي لاريتين إلي سوبل. سوبل. فهذيك الساعة قادرة ترجعها بلاصتها، باسكو هي لاريتين كي تديكولا تتكمش. 15 سنة معليش. 15 سنة سوني با سور، سوني با سور. إلا قدر يشوف طبيب اترافير لو فون دو لوي كيفتح المومو شاف هاو لاريتين شافها ساعات تشوفها كيما شفناها لهيك كوم دي نواج تبعت ان تي موفمون سيور لو تشوف لاريتين البوج وين نو بوج با سي لاريتين ني با فيكس ني با ايتيغي ني با فرواسي فهذيك الساعه تقدر ترجعها بلاصتها حتى لو كان بلي زانجيكسيون دو غاز يعني لي زانجيكسيون تاع اوندوكولار ما تقدرش تداويها من برا من الداخل تو انجكت لو غاز و تو انجكت لو سيليكون لكن في حال توين لاريتين الي فيجي الي سكليروزي فهذيك الساعه ربما دير عمليه جراحيه
وراك تشك ما تنجحش اي فوميو واحد ما يشقيش المريض احسن. هذا الساعه دونك سا سي ليكزامان الاخت مي اللي نعرفوه في العاميه لو ديكولمون دريتين سي اون اورجونس سي اون اورجونس. اغلبيه الاحيان لي ميور ريزولتا نجيبوهم في الشهر الاول في السمانه الاولى. ساعات نشوفوا المريض ديكولمون اليوم يسفي اوبيري لوندومان تو ان ديكسيلون ريزولتا مي بلوس المريض يطول بلوس النتيجه راه قادره تكون قل. في هذه 15 سنه مشى الوقت ديجا بزاف لكن يا ربما واحد ما لازمش يغنقل به بان كاع ابسوليومون كاين دائما الامل حتى لو كان حاجه ما تقدرش تندار اليوم من الممكن انها تندار غدوه. بزاف حوايج شفناهم يا 20 اون دو سا ما تنداروش 20 سنه من بعد ولاو يتنداروا. من بين الاشياء اللي بالك ما كانتش موجوده والان موجوده زراعه الشبكيه، كاين زراعه الشبكيه دكتور؟ لا لا زراعه الشبكيه كاين زراعه الكلى غريف دورا تاع لي بومون تاع القلب تاع الكبده رانا نشوفوا فيهم. مي زراعه الشبكيه اللي نيكزيستو با راهي جايه من المخ، الخليه اللي راهي في العين لاكسون ديالها راه في المخ. لاريتين سي ان تيسيو نيرفو، نهار يكون الترونسبلونتاسيون تاع لو سيرفو هذاك النهار يكون لا ترونسبلونتاسيون تاع لاريتين ولا تاع العين. هذه الساعه كاين غير الترونسبلونتاسيون دو لا كورني لا بارتي سوبرفيسيال تاع العين، على خاطر لوريجين تاعها ما جايش من المخ. سي با دوريجين نوريكتو بلاستيك كيما حكيتها اليوم على الشبكيه. الشبكيه والمخ شبكيه جايه من المخ. نهار يكون لا ترونسبلونتاسيون تاع المخ يكون ترونسبلونتاسيون تاع لا ريتين، مي بور لو مومون ما كانش ترونسبلونتاسيون دو لا ريتين. للاسف معليش ربما مستقبلا ما نعرفوش حتى العين، لكن نقولها دائما هذه المتصله انه كاين امل تروح فقط يعني الطبيب لو كان يشوفها سور بلاس يشوف الشبكيه ديالها إلورا اون ايدي. Et là, la rétine n'est pas fixe, n'est pas figée, n'est pas yabsa, cadre, cadre, cadre tous les plastiques. Mais là, la rétine, soudette, classe parce que la rétine, c'est comme un tissu. Le contrôle qu'à l'aïe de خمس شهور تروح تسيبو تسيبو خلاص كاع لي فينومين انفلاماتوار يشدو ما تقدرش تفتحو فهذيك الساعه يقول لها سي طروطا. يلا في ثلاث دقائق استاذ هذا في نوع من العلاج. هذه سون شيروجي اوندوكولار هنا يا لا لوميير توجور لازم تشوف الداخل اي لانسترومون كي ياغوش سي الفيتريوتوم رانا نشوفوا زوج تقابي في جهه من الجهه او ياسبيري غير يقرب الفيتري الداخل اللي كوبي سي كوم اون غيوتين كما قلت لك سي 2000 3000 4000 كو مينوت. حنا كي رانا نشوفوا هكا بانت لك لي غازات يعني هذا ماشي لا 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 هذاك واحد الضو لو دوزيام سي سي لاباري هنا سي ان ديكولمون يا دو سون مي هنا يا اون اكسبلوراسيون كي دوا تاتر فيت سافوار سي ان ديكولمون دو روتين سامبل ولا كاين من لور حاجه اخرى يعني كاين حاله معقده ممكن كاين شبكيه وكاين من لور ما راناش نشوفوا لا روتين وحدها ممكن كاين حوايج واحد اخرى من اللور يا اون كروس ديشيرور هنا رانا نشوفوا هاوليك يا دو كروس ديشيرور سي ديكولي افيك دو كروس ديشيرور جو سون في الداخل هذو هما سبا تاع تاع لو ديكولمون دو ريتين سكيل فو تريتي سي لي ديشيرور هذو. اذا دكتور في كلمه ختاميه ربما نصائح للمشاهدين والمتابعين اللي راهم يتابعوا فينا. النصائح اللي نقول لهم لو ديكولمون دو ريتين لي دو كروند كوز دو ديكولمون سي لو ديكولمون ريغماتوزين دو ميوب. لو كان لو ميوبي يداوي لا ميوبي تاعو يروح عند طبيب فريكامون يدير لي فوندوي فريكامون يحوس على الجرحات اللي يديروا لي ديكولمون سي سكون ابيل لي زيل بي دي ار لي ليزيون بريديسبوزونت او ديكولمون دو لا ريتين يفيق لهم يدير لهم لو لازر ما يلحقش ديكولمون دو ريتين. الحاجه الزوجه لا دوزيام كوز دو ديكولمون دو ريتين سي شي لو ديابيتيك سي لو ديكولمون دو ريتين بار تراكسيون. لو كان لي ديابيتيك يداويو السكر تاعهم الاول ديجا سقمو السكر تاعهم ويروحوا عند طبيب تاع العينين فريكامون يحوس السكر نهار يبدا العين يفيق له وكي يقولوا الطبيب يفو فير لو لازير يفو فير لو لازير اتو ما يلحقش ديكولمون دو ريتين. دونك في زوج حالات لو كان نقدروا نتفاداوهم يعني ربما في 90% يقدروا هذا ديكولمون دو ريتين ما يجوش. ديكولمون دو ريتين اللي يجي بار اكسيدون هذاك سي لاكسيدون يفو تو بريفيتي لاكسيدون دون لا ميزور دو بوسيبل. شكرا لك.